أهلا بكم في حلقتنا الثامنة مع معلومة سريعة على الطاير حول تطوير الأعمال مع الأستاذ صبحي أقبيق. أهلا بك أستاذي، حياكم الله، يا أهلا بكم. ربي يحفظك إن شاء الله. تحدثنا سيدي في الحلقات السابقة كيف نصنع الأرباح من خلال شرح صناعة الأرباح، ومن خلال طرح المنتجات وتقديم الخدمات وتشارك الموارد والاشتراكات وإعادة بيع التجزئة والتأجير. سؤالنا سيدي اليوم حول كيف نصنع الأرباح من خلال عمليات التسويق وتجمع الجمهور. تفضل لك سيدي. سيدي، هذا السؤال يصب في وضع في عالمنا الحالي الآن. هناك من يستثمر وقته وجهده وثرواته في بناء قواعد بيانات. هذه القواعد بيانات لكافة المجتمعات، لكل أطياف المجتمعات، تشرح المجتمعات حسب فئات. لكل فئة هناك من يحاول الوصول إليها من الشركات والتجار. أكبر مثال على ذلك الفيسبوك، اللينكد إن، هذه مواقع التواصل. يعني تصوري أستاذة حنان كم يخسرون بيزات وفلوس، شبكات وموظفين بالفيسبوك وغيرها، بس عشان يحصلوا ناس يشتركون وياهم. كذلك الصحف التجارية، مثلا كان من أول الوسيلة، كانت مثلا يكون عندها أماكن محددة توصل فيها، توصل إلى إعلاناتها. فهذول الأشخاص يبنوا قواعد بيانات، وهنا يقوموا بخلق شيء مميز وجذاب عشان يجيبوا الناس لعندهم، شيء يخطف انتباه الناس، يربطوهم بهم بشكل متواصل، بشكل يساعدهم على تحديث بيانات الناس باستمرار، ويعرفوا فئاتهم العمرية، رغباتهم، تطلعاتهم، وين يصرفوا بيزاتهم. كيف تعرف كيف يصرف بيزاته؟ وتعمل كليك على منتجات معينة، مثلا تدخل الأنثى تعمل كليك على مثلا على الحقائب أو الملبوسات، أو يدخل الرجل مثلا على دورات تدريبية، يعرفوا هذه كل شريحة من ما هي، من الذي تفضله، من خلال الفيديوهات يشوفوها، المقاطع، المشاركات، بدرسوا سيكولوجية هذه الشرائح. ورقم اثنين، بياخذوا موافقة من يتعامل معهم أننا نحن سنستخدم بياناتكم لبيع خدمات، نبيعها كخدمات تسويقية، فيحصلوا على الموافقة، accept agreement، خلاص أنه أنا موافق. تسوق الخدمات على التجار وعلى الشركات الباحثين عن زبائن بغرض بيع هذه الزبائن لهم، هذه الخدمات لهم أو هذه المنتجات لهم. فنحن نروح مثلا هلا فيسبوك، شوفي عوائده من إيراداته من وراء الإعلانات الموجودة، الصحف اللي كانت في الماضي القريب، الوسيلة أو غيرها. الناس تقول والله أنتوا بتروحوا للمنطقة الصناعية، أبغى أحط إعلان خاص بتجار المنطقة الصناعية. تقديم خدمة إيصال المعلومات وجمع الناس مع الشريحة المستهدفة، بياخذوا مقابلة بيزات وبياخذوا. وهذه تعتبر وسيلة لصناعة الأرباح. من شروط نجاح واستمرار هو تحقيق النجاح، أي أن تشعر الشركات بأنها أن تعاقدها مع مجمعي قواعد البيانات أو من يوصلهم على الناس إيجابي، عم يجلب لها زبائن مستهدفة. أنا صور مثلا تعلني مثلا في مكان وما يجيك الزبائن مرة مرتين خلاص، بينما بده المصداقية بالموضوع. وهنا يستوجب أن تثقف هذه الشركات الناس كيف تحط إعلاناتها، لأنه قد يكون الخلل مش بالناس، أنا وصلت لك إعلانك ولكن إعلانك ضعيف. فهم بيدربون أنه مثلا فيسبوك ممنوع تعمل إعلان يكون في حجم الخط كبير، لازم يكون حجم الصورة كبير إلى حجم معين، طريقة جاذبية. وهناك من يستخدم الموضوع بطريقة أخرى، أن يشتري مواقع استراتيجية في المدينة وعند تجمع الناس ويعيد تأجيرها. فهم بتلاقي مثلا الناس بتلاقي إعلانات طرقية موجودة بيلبوردز، فهي بتكون شركة شارية مثلا مواقع مختلفة، يعني تحت عند الجسور أماكن فيها العرض، بتروح عند هذه الشركة بتقول لك أنا عندي أكثر من 1000 مكان استراتيجي، أنت زباينك من أي مكان بيمروا من هذا المكان بحط لك إعلانك مقابل مبلغ مالي. فهذه طريقة بتصنعت ملايين. وحتى في ناس، مرة شخص اتصل علي قال لي أنا الحين بأمريكا في قارب يخت غالي جدا صنعه شخص من وراء بيع قواعد البيانات. هذا يقوم ببيع قواعد بيانات كاملة وبتحديثها باستمرار، ولكن هذا يحتاج في بلادنا لموافقات قانونية، حتى في بلاد الغرب حاليا، لأن القوانين الحديثة تحمي خصوصية الناس، وخصوصا بعد ما صارت الناس تتلقى مئات الرسائل. وهناك من تجاوز ذلك لبيع أسماء وأرقام زبائن مهتمون بشرائح المنتج أو الخدمة. يعني مثلا تبين أنت توصلي لزبائن معينة يبون يشترون موبايل،
فأنا عندي مثلا موظفين بيتصلوا بألف زبون بيحصلوا على 50 شخص يبغى يغير موبايله، بيعك هالخمسين رقم، إنه هذول الناس يعتبروا هوت ليدز، ناس عندهم رغبة بالشراء، وأنت بقى هون تعتبر بتدفعي لي بيزاتهم. فباختصار هذا عالم قائم لصناعة الأرباح من خلال تجميع بيانات الأشخاص ومساعدة الشركات أو التجار للوصول إلى هؤلاء الأشخاص بأسرع وأجمل وأظرف طريقة. ما شاء الله أستاذ صبحي على المعلومات الرائعة وعلى ردكم الكريم على سؤالنا، ولكن في حلقة قادمة اتريونا وهي كيف نصنع الأرباح من خلال القروض المربحة والأعمال والبنوك والمصارف إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.